مهند اجى على الحفلة امبارح بالليل؟ لا، حكى مع بابا وبارك له بس. كمل من هون؟ من البداية. بتعرفي وين خربطتي؟ هلا وقت اللي بتبلشي من الأول، لازم تكملي بدون ما تغلطي نفس الغلط، وإلا رح تضطري ترجعي على البداية أكثر من مرة، وهاد بصير مضيع على الوقت وبتتعبي كمان. قبل شوي عملتي غلط، سمعتي صوت مو مزبوط. إذا بتضلي تسمعي هذا الصوت رح تستمري بالغلط على طول، ما هيك؟ والنتيجة ما بتسر حدا أبداً. هلأ اطلعي بالنوت مرة تانية، اسمعي الأصوات الصحيحة وبعدين اعزفي. ماشي. ما عم اقدر نظف الورق الاصفر، انا بنظفهم من هون وهن بهروا فوق راسي مثل المطر، هدول هن اللي بيتسموا دموع الخريف. بس اشي انا بكنسهم. انت بتكنسهم بكره. ايه بشير، صار فينا نروح. بابا بدك شي من السوق؟ لا يا بنتي، روحوا اشتروا الاغراض وتعوا فورا. ماشي، بخاطرك. مع السلامة. اوفي دارسن بالالمانية. جيب ضيفة فيروز خانم. اركضي اركضي. اهلا وسهلا. اهلين فيك. بلش الشلي، اجوا منشان يحكوا عن حفلة مبارح. اهلا وسهلا. اهلين فيكي. كيفك كاتيا؟ اجا مهند؟ اجت سهير خانم ومع بيسان خانم كمان، بس ما يكونوا عم يجهزوا لحفلة تانية. Thank you.